إلى ملفنا الثالث ونعالج فيه الاحتجاجات الشعبية في الأردن على خلفية غلاء الأسعار. ففي وقت حجبت فيه السلطات الأردنية تطبيق تيك توك اليوم الجمعة إلى جانب حجب خدمة الإنترنت على إثر الاحتجاجات الغاضبة في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل ضابط كبير، إذ تشهد المملكة احتجاجات واسعة واضطرابات للمطالبة بوضع حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الأردنيون، آخرها إضراب سائقي النقل العام والشحن بسبب زيادة أسعار المحروقات. على صعيد متصل، شيعت مديرية الأمن العام الضابط عبد الرزاق الدلابيح الذي قتل برصاصة في الرأس في منطقة الحسينية بمعان، خلال ما وصفته المديرية بأعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون حسب تعبيرها. وأعلنت المديرية إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في أثناء تعاملهما مع أعمال شغب. وأكدت مديرية الأمن في بيانها استمرارها في حفظ الأمن ومتوعدة بالقول: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة. وتشهد محافظات جنوب الأردن احتجاجات وإضرابات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضم إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية، وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية في كل من معان والكرك ومحافظة مادبة. أسباب الاحتجاجات ودوافعها في هذا العرض. في هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب وليد أبو هلال، الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية، ينضم إلينا من العاصمة عمان. أهلا بك أستاذ وليد. بداية، يعني كيف يبدو الوضع في الأردن هذا اليوم؟ ما سمعت عفوا؟ أرحب بك أستاذ وليد، أتساءل كيف يبدو الوضع والأجواء اليوم في الأردن؟ والله نسأل الله أن تسير إلى التهدئة، يعني ضرورة تدخل العقلاء الآن، وخصوصا أنه الحادث اللي حصلت، يعني الحادث المؤلم استشهاد العقيد دلابيح، يعني لابد من تدخل الأطراف عشائرية لاحتواء الموقف، ونسأل الله أنه الأمور تسير إلى التهدئة. طيب، يبدو أن هذه الاحتجاجات أستاذ وليد مردها واقع اقتصادي صعب على الأردنيين، وبالتالي ما هي الأسباب حقيقة التي تقف خلف هذا التراجع في الوضع الاجتماعي؟ حقيقة الوضع الاقتصادي هو عام، ليس فقط على الأردن بشكل خاص، وهي يعني العالم كله يمر بارتدادات وهزات اقتصادية منذ تقريبا عامين ونصف، والمسؤول الأول أراه جائحة كوفيد 19، حيث أنه النمو العالمي تراجع بعام 2020 اللي هو عام الجائحة تقريبا 3.25% كاقتصاد عالمي، وعلى صعيد الوطن العربي تراجعت بنسبة 2.5%، الآن أو 5% عفوا.
الآن في العام 2021 بدأت الناس تتعافى أو الاقتصادات تتعافى والدول بدأت تفتح الاقتصادات والأسواق. حصل عندنا مشكلة جديدة اللي هي التضخم نتيجة لزيادة كبيرة على الإنفاق. التضخم يعني من معناه من اسمه هو يعني الزيادة المستمرة في الأسعار، فحصل زيادات يعني متلاحقة بعموم الأسعار سواء في الغذاء أو وسائل النقل أو يعني في معظم رياح الحياة. هذا الزيادة في الأسعار طبعا رافقها بعض الإجراءات يعني كتجاوب من البنوك المركزية، حيث قامت بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في بداية العام، وتبعتها الدول العربية حقيقة أو الدول النامية عموما، لأنه يعني معظم الدول العربية ومنها تربط عملتها بالدولار الأمريكي، فعندما يتم خفض الفائدة من قبل الاحتياط الفدرالي الأمريكي لابد من البنك المركزي الأردني أن يستجيب رفع الفائدة، لابد من البنك المركزي الأردني يستجيب لرفع الفائدة حتى لا تذهب الأموال أو الودائع للدولار الأمريكي عوضا عن الدينار الأردني. بالتالي قام البنك المركزي برفع الفائدة تجاوبا في أحد المرات في مرتين تجاوبا مع قرار الاحتياط الفدرالي. رفع الفائدة هذا زي ما هو معروف يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد، يعني نحن يعني العالم العربي للأسف نمو في العام 2021 كان بعيد عن النمو العالمي، حيث بلغ في الاقتصاد العالمي نمو تقريبا 6% وهي نسبة كبيرة جدا، في حين عالمنا العربي نما بنسبة 3.5%. وإذا استثنينا دول الخليج الست فنحن نتكلم عن اقتصاد ثابت لا ينمو منذ عام 2019. فلك أن تتخيل مع زيادة السكانية الطبيعية والاقتصاد لا ينمو، فبالتالي لابد من معاناة شرائح كبيرة في المجتمع نتيجة لهذا. الآن جاءت كما يقال المصائب لا تأتي فرادى، نتيجة بعد مشكلة التضخم دخلت الحرب الأوكرانية أو الروسية الأوكرانية، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع رهيب بأسعار النفط، حيث يعني ارتفعت أسعار النفط عن قمتها بال 2021 في مارس أذار تقريبا 100%، ثم عادت يعني وانخفضت، ولكنها ما زالت لغاية يعني آخر تحديث لأسعار النفط أعلى من أسعار من قمة أسعارها في 2021 بتقريبا 20%. الآن الدول المستوردة للنفط ومنها على رأسها الأردن سوف تعاني من الأسعار هذه طبيعة الحال، وترتفع أسعار المحروقات سواء وقود السيارات أو وقود التدفئة أو غيره. تحديدا الأردن ما حصل فيها أنه التوقيت للأسف يعني الذي أدى إلى هذه المشاكل، توقيت رفع الأسعار وبالذات وقود التدفئة وحتى وقود المركبات جاء في توقيت دخول فصل الشتاء، وبالتالي سوف تعاني أو أكيد رح تعاني شرائح كثيرة من المجتمع، إذا كل المجتمع نتيجة الاعتماد الجمهور هنا في الأردن على الكاز والديزل وغيره من وسائل. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا عبر سكايب. وليد أبو هلال، كاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية من عمان.